السلام حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين؟ احوالكم، صحتكم، العائلات تاعكم؟ تحيه طيبه لجميع المغاربه اللي في المغرب، وتحيه طيبه للجاليه المغربيه، وتحيه طيبه لاخواننا العرب، كل من الجزائر، تونس، ليبيا، الكل كل كلنا اخوه. كي دايرين؟ اش تعاودوا؟ فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه وصحه جيده، ويفتح لكم الله ابواب الرزق. البنات كما كتشوفوا انا لابسه ومقاده غاديه للفرح ديال بنت خالتي كما وعدتكم. ان شاء الله انتم شفتوا الفيديو اللي حطيت لكم، هذا اللي داز، درت فيه الصبيغه لشعري. المهم انا دابا دوشت وبقى فازق ليا شعري، غنمشي ان شاء الله حتى لدار الفرح وغادي نصاوبو. المهم هانتوما معايا خطوه خطوه، كل شيء غادي نوري لكم ان شاء الله. غنحاول هانتوما عرفتوا راه خويتكم ما كتخبيش عليكم شي حاجه صغيره والكبيره. المهم البنات وهانتوما معايا غنوريكم الجليبه اللي خديت جديده، هذيك كي قلت لكم بغيت اختي دير ليا ليها الرندا، خليتها حتى نعطيها ليها. راه غادي معايا الدراري، الوالده راه سبقات. هانتوما انا غنوريكم الجليبه اللي خديت. الى بان لكم البنات هانتوما شفتوها، يا ربي تكون كاتبه لكم زوينه بزاف. الكميمات هانتوما، الكميمات حتى هما زوينين، ومخدومه حتى هي بالراندا. هانتوما مخدومه حتى هي بالراندا وفيها هاد اللعبات، وفضلت انني ندير الخريقه بحال هاد هذا، غير السنيديره عندي غير هاد الكحله وليت عديت بها وصافي قضيت الساعه. المهم دوزت الساعه. المهم البنات هانتوما معايا ان شاء الله، تبعوا الفيديو حتى الاخر وما تنساوناش من اللايكات ديالكم، وتفعلوا الجرس باش يطلع لكم اي حاجه جديده حطيتها. واللي ما مشترك في القناه، القناه راه ديالتكم، مرحبا بكم و 6000 مرحبا. هانتوما البنات بغيت نوريكم هي السويك، درت هذا السويك مع الصنداره كحله. الله يبيض ايامكم. يلا صافي دابا نحن على استعداد. حنا دابا البنات يلا ركبنا وحنا شادين الطريق. تخباو دابا بكيليز. ورجعت لكم البنات، هاني وصلت ودرت واحد القهيوه. هانتوما درت واحد القهيوه، ضرني راسي ما بدنا كل ما بغيت والو، بغيت غير قهوه. قلت لهم راه الطريق راه الشمس، هانتوما شفتوا كيفاش. المهم البنات نستراح كما العاده ونبارطاجي معكم ان شاء الله. هذا الشيء راه غادي يكون بالليل، استغفر الله سمحوا لي.
ما غادي ماشي دابا زعما بالنهار بالليل كلشي غادي نبارطاجي لكم، غادي نوضو نشوفو الطباخة تاعي اشنو كدير، نوريكم هنايا ديجا 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 بارطاجيت معكم شحال من حاجة. هنايا عندنا هنايا كي قلت لكم ثلاثة خوالاتي عندهم ثلاثة الديور، وحدة حدا وحدة حدا وحدة شاريين حدا بعضياتهم وساكنين حدا بعضياتهم، وخوالي الاخرين مفرقين. المهم كلشي ان شاء الله غنبارطاجيه معكم، نشرب قهوتي ويفوتني راسي الله ينجيكم، عرفتي راه الشمس راه لا اله الا الله محمد رسول الله، ونمشي ان شاء الله باش نصوب شعري باش راه حطيت لكم التصويره كيفاش جا اللوين، جا غزال ودرت غير هذيك الصباغه رخيصه، ماشي درت شي صباغه نيت، ولكن كما قلت لكم راه كنغطيو غير الشويبات. المهم ها نتوما مع الفيديو، ما تمشيو فين بقاو معنا. ها نتوما البنات هاد الدجاج، ورينا هذيك الغميره، ها حنا واه 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 يا سلام ماشي هناكم الحماسه هما. ها نتوما شي غزال تبارك الله معسل، وهاد الطنجره طيبنا فيها هيك. اه الطنجره قال لك طيبوا فيها الدجاج. الزيت هانتوما البنات، ها الحلوه هي حتى هي باقي ما داروهاش في الطباسو، شبكه دايرينها في الشبكه ولا قولي هكاك بيقدموها. حلي حليها حليها وعاودي ستيها الوالده غتحلها. وشكري مع الوالده المتابعين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كي دايرين لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا عندكم انتوما الافراح، الله يسكن سعيد بنيات. انت ايوا تبارك الله داكشي زوين، مسات الشكيلات وبقي قيصه ايوا صافي يلا جمعي لهم كرتون طوم يا ختي الله يسكن. ايوا انتوما معنا يا ربي مجموعين يا ربي، اللي تيتمنى شي حاجه الله يقضيها ليه. هادي راه دار خالتي، هادي عرفتي الصغرى، هذاك الصالون، هذاك الوالد، هذا با تمي الله يرحمه مسكين ويسي عليه، هذا با تمي هو هانتوما. وهذا بيت بالك سيف الدين، وهذه كوزينه وقوي الدار، هذه دار خالتي الصغيره يا فاش كيطيبوا. غنخرجوا على برا وهنا الطواليت، هانتوما خضروا عويناتكم. هاد الباب هذا هاد الزرق كان باب ديال دار خالتي الثانيه، وحولاتو دارتو لهاد الجهه. ها هو ها نتوما هادي دار خالتي الثانيه، ها هي ها هي ها هي ها هي يا ختي. ها نتوما ما تبانيش ما تبانيش يا ختي ما تبانيش ما تبانيش. هالكوزينه هابيت راس الصالون، غنطلعوا الفوق نوريكم الفوق يا بسم الله. خالتي هاد الدروج بغيت نعاودهم هادو صح قال لي بغيت نشوف ليها. ها نتوما انا غاديه الكوزينه خميطه على ود الدروج درتي هنا حتى هو كوزينه تبارك الله. هي باقي ما صوبتهاش حيت لا زوينه. ها نتوما شي معلقه فوق شرجم ها شرجم ايه يا ختي دخلتي هادي حتى هي طار مني. ها نتوما ولا ولا بنان زرسوا لها الكيسان. ها نتوما ها نتوما ماشي مشكل وايلي التنتية، شوفوا الجو غزال يلا هو. وهادو الدروج ديال السطاح انتما راه باقي مسكينه حتى هي تسبني. هاني غادي هاني غاديه هذا بيت اجي اجي دخلي اجي دخلي يا حبيبتي يا خاوي ماشي مشكل
ما شي مشكل والله الا زوين هذا الشيء تبارك الله. لا والله الا زوين 50 متر اي 50 متر هذا اللي كنت فرشه كلاو في العيالات. ها انتما تبارك الله صلاه يعني في 50 متر. ها انتما خضروا عويناتكم وا لا جون هنا واه ها انتما دار خالتي الاخرى هذه شحال فيها شي 100 ياك 120 متر هذه كلها هي شتيها العنب راه هو وهذيك الجريده اللي مليت هي ديالها هذه خالتي الكبيره اللي دايره الفرح شوفوا الدجاج ايه عرفت شو ليه تبارك الله كي داير والله الا بنينا باقي ما طلعناش الحيط غزال هادشي باقي ما طلعناش الحيط هاد المساحه اللي كنت قلت لكم راه با تباع 10000 للمترو شتيها قداش غزال هنا غزال 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 عجبني انايا كاين راه ها شو مشكل شتو الطبيعه كي دايره شو لهيه تبارك الله والصلاه على النبي الطبيعه جاو هما في الشانطي حاشاك خالتي لوطوروت وهذيك الطريق ديك الطريق راه فقره كيدوز لها من تمن لهيه شاف الليل كيبانوا لك هذا الضواو كاع هذيك الضواو غزال هادشي غزال فن قالت لكم خالتي تيدوز الطوبيس لابينانس اي لابينانس الله يحضر السلامة والله العظيم الا الفنون تبارك الله والصلاة على النبي يلا ننزلوا دابا باش نكمل معاكم الدويرة نمشيو لدار خالتي الأخرى هادي هاهي باب دار خالتي الثالثة غنقرب الكتمان باب دار خالتي الثانية بغيت تبان في اليوتيوب بغيت انا نوريك شي حاجة اش بغيت بلاتي بلاتي تنصور دار خالتي دراري نو هذا حمام البنات هذا الحمام البلدي غادي ندخلو نشوفوه هانتوما البنات هنا فين كيصيبو اسنيتو العواد فين كيديرو العواد فهاديك الفرينة وهذا راه معمرينو هنا قلت لكم هنا فين تيديروا العواد وهنايا دايرين فيه الكراوج هنا فين تيغسلوا راه كبير ها انتم البنات هذا قاع الطاق كنت وريتها لكم البنات وهذاك اللي مليها بيت وهذه كوزينه وهنايا واحد الدويريه فيها الناس داكشي باش غادي نشدها هانتوما هانتوما البنات هذاك اللي مليه بيت وهذا صالون هانتوما اسمح لي السلام عليكم Thank you.
تحتاجي شي شويه. عينيك حاجه عطيني داك الشيء هذا شدي هكذا هاك شوفي شتي لها وجهها تيبان واعر. ها يلا لا زكاي يلا سير. المهم البنات نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو اللي درت لكم والعقوبه لكم حتى نتوما ان شاء الله نفرحوا بكم ونفرحوا بكاع البنات يا ربي. ودابا غادي نمشيو باش نتعشاو ولي العروسه ان شاء الله نمشيو نتعشاو حنا اللي بقينا عشينا الناس كاملين بقينا حنايا وغادي نوريكم القعيده ديالنا ونختم معكم الفيديو الى فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى لكم ان شاء الله ربي يسهل لكم في الناس الله يعطيكم اللي يليق بكم يا ربي وتفرحوا وتسعدوا في حياتكم وها نتوما معنا وبسلام عليكم. تشوفوا القعده اللي بينا نديروا ان شاء الله يا تصبحوا على خير. هزيل 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 هزيل